بلقيس بتساوي لي فنجان قهوة؟ تكرمي ست سراب. ماما أردا تعالوا. شوفي ماما تعالي أخي جينج. حضرتك بدك تكذب الخبر سيد جينج؟ يا جماعة أنا ما أجيت لهون لحتى أغطي على شيء أبدا، بالعكس أنا جاي مشان أحكي الحقيقة كلها. صحيح هاي الصور حقيقية ومصارعتي حقيقية وهزيمتي حقيقية، طبعا هاي الصور مانا حلوة أبدا وأنا مدرك هذا الشيء، ومعكم حق بيلي قلتوه كلياته، بس بهالخصوص في شيء تاني حقيقي كمان. هاي المؤسسة كانت موجودة حتى قبل ما أولد، الكل اشتغل كرمالها من عمال المطبخ لفريق الإدارة كمان. يا عيني عليك، مئات الناس عم يشتغلوا فيها من زمان، وبرأيي تضرر مئات الناس وضياع جهدهم بسبب خطأ شخص واحد هو ظلم، وبرأيي هي هي الحقيقة أصلا. يلي عم يزعلني بهالوضع مو الحالة اللي وصلت لها أنا صراحة، يلي زعلني هو انشغال مجموعة تشيلان بموضوع تافه. بتمنى نجتمع خلال فترة قريبة لحتى نحكي لكم عن نجاحات مجموعة تشيلان من جديد. طبعا إذا عزراء تركت لنا فرصة. أمي أنا عن جد ما عم بقدر صدق، أنت مو معقولة أبدا. أخي عم يمر بامتحان صعب ونحن هون بشو مشغولين؟ أنا بس عم بحكي مشان مصلحته، طبعا بدي أحكي عن أخطائه لأنه هو بيضل ابني. شكرا كثير على حضوركم، وهيك بيكون انتهى مؤتمرنا. يعطيكم العافية. سيد جينك، ممكن تخبرنا ليش حضرتك انفصلت من الجامعة؟ ظن انه هذا الشيء ما له علاقة ابدا بموضوعنا اليوم. يعطيكم العافية. ممكن يكون هالشيء لانك ضربت واحد من اعضاء الهيئة التدريسية؟ جينك لا بترجاك لا تعصب، لو سمحت لا تخلي ورطك هذا فخ. تفضل شوف احكي هلا، تفضل احكي. شوفي هذا عم يستفزه عن جد. انتبه اخي، اصحك اصحك تعمل شيء للصحفي. ليش ما حدا عم يطالع هذا الزلمه من هني؟ انت فكرت انك تتعالج من ميولك العدوانيه؟ أنا ما بدي خليك تعصب، أنا بس عم حاول أعمل شغلي. لا ما في مشكلة، أنت عم تعمل شغلك مزبوط. الحمد لله نفدنا، يعني على شوي أخي كان رح يضرب هذا الصحفي اللي عم يستفزه. اللي عم بيصير معنا بهالفترة فضيحة ورا فضيحة. ماما صدقيني أنا عن جد ماني عارفانة شو بدي قلك. ليش عم تظلمي أخي لهي الدرجة؟ هو عم يمر بفترة صعبة كتير، أنتي مانك مستوعبة هالشي هاد؟ مفكرة إنه اللي صار سهل عليه؟ والله يا ميليس، معناتها أخوكي لازم يحط عقله براسه وما لازم يفوت بمصارعة الشوارع مثل الزهران ويعملنا فضيحة، والأهم إنه يبطل ركض ورا هديك البنت. يعني هي المشكلة هلا؟ كل هالشركة الكبيرة أفلست لأنه أخي بيحب عزراء، ما هيك؟ ماما شو رأيك إنك توافي وتراجعي حالك؟ أخي إجا لعندك وتوسل لك وطلب مساعدتك، قال لك نحن عم نمر بوضع صعب، وأنت شو عملتي؟ هيك اتطلعتي، حلو، حلو. شو عملت أنا ابني؟ أه؟ شو عملت؟ الشركة فلست لأنه ما أعطيته هالأرض اللي ما بتسوى 3 قروش؟ ليكي يا أمي،
إذا أنت مانك ملاحظة نحن خسرنا المطعم وأرضك اللي ما بتسوى 3 قروش، يمكن كانت أنقذت المطعم وما كنا اضطرينا نوصل لهون. إيه طيب تمام، يعني هلأ أنا المذنبة بكل شي صار، كل شي صار بسببي أنا. أنا ما عم بفهم، أنت شلون فيكي تقعدي مكتفة إيديكي هيك بالوقت يلي أخي وستي عم يبذلوا كل جهدهم؟ أنا ما عم بفهم ابنهم، كنتي تحكي عن سمعة العيلة، شو صار بهالحكي؟ سمعت شو؟ ها؟ سمعت شو؟ ليش ضل في سمعة منيحة للعيلة بعد هالخبر؟ خلصنا بقى بكفي، خلص، اسكتوا! أصلاً ستكم دمرت هي السمعة من لما تركت الورثة بإيد الست عذراء. هي اللي جاهلتنا مو أنا ابني، وكأنه كل هذا ما بيكفي، لسه أخوكم كمان راح وعمل شغلات سخيفة من ورا حبه لهديك البنت، يعني بدل ما تجوا تلوموني إلي، روحوا واسألوا حضراتهم إلهم بالأول. ماما لساتك عم تعيدي نفس الحكي، عم تعيدي نفس الحكي، شوفي أنا عم أسألك من باب الفضول بس، إذا أخي تزوج عذراء شو راح يصير؟ ها؟ لتكوني ناوية تتبري من أخي مثلا؟ شو معنات هالحكي أردا؟ هالحكي معناه إنه أخي جينك بحب العذراء، وهذا سبب تعصيبك ما هيك؟ مشان هيك ما عم تساعديه وبنفس الوقت عم تفش خلقك من ستي كمان. القصة اجت على مرائك، انا غلطان شي؟ اردا اسمع، لا تحكي هيك وتتجاوز حدودك معي ابدا. وبالنسبة لموضوع عذراء واخوك جينك، هاي العلاقة ما رح تستمر ابدا، وحطوا هالشي ببالكن كتير منيح. الله يسلم ايديكي بلقيس، عزبناكي. صحة وهنا ست هوليا. شكرا كثير. اسلم. شكرا بلقيس. العفو. بصراحة نحن تفاجأنا كثير لما شفنا الأخبار، يعني ضغط الصحافة على جينك لهي الدرجة ما كان صحيح. الحمد لله على سلامته. إيه يمكن كان لازم يصير معه هيك شيء لحتى يرجع عقله على راسه. يعني بتمنى يكون فهم إنه علاقته مع عذراء عم تضره. شفتي شو صار؟ على شوي كان رح يخسر شغله وحياته كمان. صح معك حق، بس برأيي خلال هالفترة لا تضغطي علي أنت كمان زيادة. حياتي أنا أصلاً ما عم بعمل أي شيء. أنت بتعرفي هدول لساتهم شباب وما عندهم خبرة، وأحياناً لما بتناقشيهم وبتضغطي عليهم ممكن يصيروا أعند. فكرك أعند وبس؟ يعني جينك من جهة وحماتي من جهة. إيه خلص ارتاحي أنت ولا بقى تناقشيهم. ليكي سراب، أنا برأيي صار لازم تلاقي طريقة جديدة لحتى تفرضي حالك كأم بهالبيت. والله أنا ما عاد بدي ناقش حدا منهم أبداً، يعني بالحقيقة أنا كمان عندي خططي، الأمور ما رح تستمر هيك. طيب حلو، حلو كتير، ورجيهم حالك، يعني بدل ما تكوني المرأة يلي بتقعد بالبيت وبتضل بتنق على طول من الأمور الغلط، لازم تكوني مرأة قوية وماسكة كل الأمور. أنت بيلبق لك هالشي أصلاً. معك حق، أنا أصلاً مليت من تجاهلهم إلي كتير. يعني أنت اللي وصلتي حالك لهالمرحلة، ما فيك تلومي أي حدا تاني. في أمور كانت تقيلة علي هوليا، يعني حماتي وولادي كلياتهم كمان عم بيحاربوني. لأنه بالنسبة لإلهم أنت ما قمتي بالتضحية اللي كانوا ناطرينها منك. طيب خليهم يشوفوا معناتها من هلأ ورايح سراب شو فيها تعمل وشو التضحيات يلي بتقدمها، رح ورجيهم. هلأ صح أنتي تأخرتي، بس أنا شايفتك بهالوقت صرتي أقوى.